السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم المفضلة عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم من جديد في موضوع جديد، وهو كيفية الاستثمار، كيفية جعل لك دخل شهري من هذا الموقع العالمي، الموقع الجبار الذي أثبت وجوده على أرض الواقع. على فكرة هذا الموقع لقد تعدى عدد المستثمرين فيه أكثر من 2.5 مليون مستثمر. موقع موثوق 1000% يا أخي، موقع جميل جدا، موقع قام بتعديلات جبارة خلال هذا الأسبوع عليه يا إخوتي. لقد وفر تعديل على عملة البيتكوين. هذا الموقع أصبح لديه عملة خاصة به يا إخوتي. استهز الفرصة في الاستثمار على هذه العملة الخاصة به يا أخي. لقد قام بالتعدين عليها أيضا يا أخي. يمكنك التعدين على هذه العملة على نفس الموقع يا أخي. سوف أقوم بشرح هذا الموقع، كيفية الاستثمار، كيفية التعدين عليه، كيفية سوف نقوم بتفكيك هذا الموقع وتبسيط الفكرة حتى تستطيع فهم هذا الموقع جيد جدا يا أخي. هذا الموقع لقد أثبتنا عليه السحب آخر مرة على ما أظن مدة يومين، نعم على مدة يومين. موقع جميل أخي، أنصح الأخوة الاستثمار عليه وجعل راتب شهري من هذا الموقع. قلنا أن العملة الإلكترونية ما هي إلا مشاريع متجسدة على أمر واقع وتم تجسيدها على شكل عملة إلكترونية يمكنك التداول عليها أو يمكنك كسبها والحفاظ عليها حتى يرتفع سعرها. ما علينا، قبل التطرق إلى شرح هذا الموضوع، هذه هي قناتنا إخوتي، هذا هو عالمنا، عالم البيتكوين والربح من الانترنت. هذه هي المواضيع التي قمنا بشرحها من قبل، كيفية الاستثمار، كيفية التعديل. ما عليك فقط زيارة إلى القناة وتصفح عدة المواضيع، سوف تجد كيفية الاستثمار. لقد أثبتنا عدة سحوبات على موقع الهاش فلير، موقع شهير جدا، أيضا يمكنك جعل دخل شهر من هذا الموقع، أنصح به. والموقع الثالث أيضا فوزيكس، موقع جميل جدا يا إخوتي. ما عليك فقط زيارة إلى القناة، فإذا كنت زائر الأول فعل الاشتراك وفعل الجرس حتى يصلك الجديد. نتطرق مباشرة إلى الموقع إخوتي. ما عليك أخي، هذه هي واجهة الموقع. عندما تقوم بالضغط على الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو سوف تذهب مباشرة إلى هذه الواجهة. هذه واجهة الموقع أخي، واجهة بسيطة جدا يا أخي، واجهة جميلة جدا. هذا الموقع أثبت وجوده على مدى طويل يا أخي، هذا الموقع قديم جدا. اجعل لك دخل من هذا الموقع، موقع موثوق يا أخي. أصبحت لديه العملة الخاصة به، عملة إلكترونية خاصة به يا أخي. قلنا من قبل إنها مشاريع تتجسد على أمر الواقع ثم يقوم بتجسيدها على شكل عملة إلكترونية يمكنك تداول عليها أو استغلالها أو الحفاظ بها يا أخي. نعم هذا الموقع، انتهز هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. إن فاتتك فرصة البيتكوين يمكنك كسب هذه الفرصة. ما علينا يا أخي، قلنا هذه واجهة الموقع، طريقة تسجيل، طريقة روتينية. قبل التطرق إلى تسجيل هذا الموقع، عندما تقوم بالتسجيل يتيح لك 50 جيجا هاش مجانا مدى الحياة. نعم أخي، 50 جيجا هاش مجانا مدى الحياة، لكن لا يمكنك سحب أرباحك. يجب عليك الاستثمار على الأقل 20 جيجا هاش، يجب عليك شراء 20 جيجا هاش حتى يتيح لك عملية السحب من هذا الموقع. لا علينا، طريقة التسجيل طريقة روتينية، طريقة مثلها مثل جميع المواقع. نضغط هنا ريجيست يا أخي، لاحظ معي، ما عليك فقط التركيز يا أخي، ثم نضغط على كاباتشا يا أخي خاصة بالموقع. لاحظ أخي طريقة التسجيل طريقة بسيطة، ما عليك، تضع الاسم واللقب وكلمة السر وإعادة تكرير كلمة السر، وتضع البريد الإلكتروني الخاص بك وإعادة تكرير البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم تضغط كاباتشا، ثم تضغط هنا ويصبح وها أنت قد سجلت في الموقع. ما عليك فقط الذهاب إلى البريد الإلكتروني للتأكيد صحة البريد فقط. وعندما تقوم بالتأكيد صحة البريد، ما عليك فقط الضغط هنا لتقوم بعملية تسجيل. تضع الاسم الذي قمت بالتسجيل عليه به يا أخي، اسم الخاص بك الذي قمت بالتسجيل به، نعم، ثم كلمة السر، ثم تضغط هنا. أنا لدي حساب، لذا سوف ندخل مباشرة ونقوم بتفكيك هذا الموقع، شرحه جيدا. لاحظ أخي، عندما تقوم بالتسجيل إلى موقع كريبت موني، عندما تقوم بتسجيل الدخول سوف
تذهب مباشرة إلى هذه الواجهة. لاحظ أخي، 50 جيجا الذي قام منحك بها الموقع مجانا سوف تجدها هنا يا أخي. نعم، هذه 50 جيجا تلقائيا سوف تقوم بالتعدين على عملة البيتكوين. نعم يا أخي، سوف تجدها هنا، هنا سوف تجد اسم خاص بك يا أخي. نعم، هنا تجد اسم خاص بك الذي تقوم بالدخول به، هنا تجد الاي دي الخاص بك يا أخي، هنا تجد الجيجاهاش الخاصة بك، هنا تجد نوع التب، هل أنت تجريبي أو ستاندر، يعني هل أنت الآن تجريبي أو ستاندر. يجب عليك عندما يجب عليك لجعله ستاندر يجب عليك الاستثمار عليه على الأقل قلنا 20 جيجا حتى يتيح لك نسبة، حتى يتيح لك السحب. نتطرق كيفية الاستثمار عليه. لا، هذه هي الواجهة الخاصة به. لاحظ يا أخي، لاحظ أخي، أصبح الموقع يتيح لك التعدين على جيجا هاش الخاصة به، التعدين على عملة البيتكوين، التعدين على الدولار يا أخي، التعدين على الإثريوم، التعدين على العملة إنيتي الخاصة به، العملة الخاصة به يا أخواتي. أنا اليوم قمت بالتعدين على العملة الخاصة به، سوف نشرح جيدا هذا الموقع. أولا يجب عليك أخي الاستثمار عليه، كيفية الاستثمار، تضغط هنا يا أخي، لاحظ فقط، ما عليك فقط تركيز، هذه هي الواجهة التي تتيح لك الاستثمار عليه، هذه هي طريقة تحديد جيجا هاش التي تريد شراؤها، ما عليك فقط ضغط هكذا وتحريك هذا الزر يا أخي، تحدد قيمة جيجا هاش التي تريد شراؤها. لاحظ أخي، لاحظ هذا هنا، تحديد نوع العقد الذي تريده على مدى 3 أشهر أو 6 أو عام أو 3 سنوات أو 15. أنصح بالإخوة الاستثمار على عقد سنة وثلاث سنوات يا أخي، أحسن عقد أعتبره أنا. نفرض نريد عقد سنة يا إخوتي، نحدد جيجاهاش التي نريد تحديدها يا أخي، نفرض لا نفرض 10680 جيجاهاش. لاحظ، نعم، حدد هذه نسبة جميلة جدا يا أخي. فإذا كان متوفر عندك المال أنصح بهذه النسبة يا أخي، نسبة جديدة، دخل يومي ما يقارب 10 دولارات. لاحظ أخي، 9.61 سنت دخل جميل جدا يومي يا أخي. ما عليك فقط تحديد النسبة التي تريدها أنت يا أخي، ما عليك فقط تحديد النسبة. نفرض نحن الآن نفرض 11410 جيجا هاش. لاحظ الدخل اليومي 10 دولار على مدى سنة يا أخي. لاحظ سوف تجد هنا أسفل 0.99 ملايين و800 ساتوشي سعر هذا العقد يا أخي، سعر هذه جيجا هاش يا أخي. نعم، سعرها هذا هو سعرها يا أخي، 0.09 ملايين و800 ساتوشي هذا هو. يمكنك تغيير العقد كما تريد يا أخي. نفرض نريد العقد على 6 أشهر، نضغط هنا سوف يتغير سعر العقد، يصبح 0.07 ملايين و400 ألف ساتوشي. أنا أنصح على مدى سنة أو 3 سنوات، يتيح لك استثمار يومي ما يقارب 10 دولارات يا أخي، مدخول جيد يا أخي. أنصح بأن تجعل لك دخل شهري من هذا الموقع. ثم ما عليك الضغط هنا يا أخي، نت نوعا ما ضعيفة، ما عليك فقط الصبر معي يا أخي، سوف نقوم بتفكيك شرحنا اليوم حتى نبسط، حتى نقوم بتوصيل الفكرة العامة. لاحظ أخي، هذا هو الرابط الذي يجب عليك أن تنسخه وإرسال المال عليه. نعم يا أخي، يجب عليك أن نسخ هذا الرابط وإرسال المال عليه. عندما تتوصل بالمال يا أخي سوف تجد جيجا الهاش خاصة بك هنا يا أخي، هنا تجدها، سوف يتم تلقائيا تعدين على عملة البيتكوين. لكن يمكنك تغيير التعدين على عملة البيتكوين، نفرض مثلا أنت تريد تعدين على عملة الإثريوم أو غيرها من العملات، لكني أنصح أنا بالتعدين على عملة هذا الموقع يا أخي الخاصة به. لماذا؟ سوف تعرف لماذا يا أخي، لماذا ننصح بهذه العملة التعدين. نريد تغيير التعدين، ما عليك فقط الذهاب إلى أيكونت الخاص بك ثم تضغط على بروفايل خاص بك يا أخي. لاحظ معي وركز، لاحظ يا أخي،
لاحظ يا أخي، لاحظ هنا، ثم تضغط على Edit Profile خاص بك. لاحظ أخي، ثم تنزل إلى الأسفل، إلى الأسفل جدا. هنا لاحظ أخي، هنا يمكنك التغيير، تعديل العملات الإلكترونية. هنا يمكنك التعديل على البيتكوين، تضغط على البيتكوين أو الدولار أو يونيفرسال الخاص بها يا أخي، اليونيفرسال العملة الخاصة بالموقع. أنصح بالتعدين عليها، سوف أقول لك لماذا أنصح بالتعدين عليها يا أخي. وهنا يمكنك التعدين على الإثريوم، ما عليك فقط تقوم باختيار العملة أو الشيء الذي تريد التعديل عليه، لكن أنصح بUniversal لأنها عملة قليلة جدا ومتواجدة على منصات كبيرة جدا، عملة بنسبة قليلة أي 16 مليون فقط عملة إلكترونية منها متواجدة يا أخي، وأيضا تواجدها على منصات كبرى. يعني إن شاء الله أتوقع على العام الجديد إن شاء الله يا أخي، جانفي أو فيفري، سوف تصل 3 دولارات أو 4 دولارات. أنصح الإخوة التعدين عليها، أنا لقد قمت بالتغيير على هذه مباشرة على هذه العملة يونيفرسال. ما عليك فقط تحديد العملة التي تريد يا أخي، يمكنك تحديد فقط تعديل على الهاش، جيجا هاش الخاص بالموقع، أو يمكنك تحديد تعدين على نسبة 50% على الدولار و 50% على الجيجا هاش يا أخوتي. الجميل في هذا الموقع الذين قاموا بالاستثمار، استثمار بسيط عليه الموقع. الموقع كان يقول من قبل الحد الأدنى للسحب من البيتكوين، أي ساتوشي، هو 0.0 مليون ساتوشي، والموقع لقد قام بالتعديل على هذا الشرط. لقد قلل نسبة الحد الأدنى إلى 0.0500 ساتوشي، يمكنك السحب الآن عليه. يعني فإذا كان استثمارك ضعيف نوعا ما، الأفضل تحديد تعدين على الدولار، لأنه نسبة السحب ضئيلة جدا، يمكنك السحب على عندما تصل 15 دولار. نعم، أو قم بالتعدين على عملة يونيفرسال الخاصة بالموقع يا أخي، نسبة السحب بسيطة جدا يا أخي، نسبة السحب يا أخي. وأيضا يمكنك التعدين على الإثريوم يا أخي، يا أخي يا أخي، لاحظ أخي، نسبة السحب مرتفعة نوعا ما، على تحديد الحد الأدنى لنسبة السحب مرتفعة نوعا ما على إثريوم يا أخي. نعم، أنصح بالإخوة استهزاء الفرصة أو استغلال الفرصة والتعدين على عملة يونيفرسال، أو اجعل لك دخل شهري من هذا الموقع. قلنا من قبل ما هي إلا مشاريع ويتم تجسيدها على عملة إلكترونية، ولقد تم تجسيد هذا المشروع الذي تم قمنا بشرحه العديد من المرات، وأثبتنا سحوبات كثيرة منها 600 دولار أو 700 دولار أو 200 دولار أو غيرها من الدولارات، ما يقارب سنة أو سنة ونصف ونحن نشرح هذا الموقع ونثبت يا أخي. موقع متواجد على أرضية الموقع، على أرضية الواقع، موقع متواجد باستثمارات كبيرة، موقع لقد أثبت وجوده في عالمنا الافتراضي، موقع أصبحت له عملة اللامركزية، عملة يمكنك استغلال الاستثمار عليها لأن نسبتها قليلة جدا، وهي 16 مليون فقط، وتواجدها على أكبر منصات عالمية يا أخي. أنصح بالتعدين عليها. نعم يا أخي، لاحظ أخي، فإذا كان استثمارك ضعيف على هذا الموقع، يمكنك التعدين على عملة يونيفرسال الخاصة بالموقع. نعم، الحد الأدنى للسحب منها بسيط، أو يمكنك التعدين على الدولار، الحد الأدنى من السحب أيضا أصبح بسيط، وقد قام بالتعديل على الحد الأدنى للسحب من البيتكوين من مليون ساتوشي أصبح فقط 500 ساتوشي. موقع جبار، تعديلات قام عليها، تعديلات جبار. لماذا إخوتي أنصحكم بUniversal هذه العملة؟ لأن هذه Universal كانت بالأمس، فقط بالأمس إخوتي 0.4، وهي الآن في ارتفاع، لأنها قام لا يتعدى بيومين أو 3 أيام قام بوضعها على منصة يوبيت وبينانس وبيتغيس وغيرهم من المنصات العالمية. نعم، وتواجدها بقليل 16 مليون فقط متواجدة، يعني هذه العملة خلال دخول العام الجديد إن شاء الله سوف تصبح
$3 او 4 انصح الاخوه الاستثمار عليها، التعدين عليها عن طريق كريبت مونيك، هذا الموقع الخاص بها يا نعم هي عمله خاصه به يا اخواتي. كيف راح اخي ندخل الى الويب الخاص بها، خاص بهذه العمله، لاحظ ما علينا فقط نضغط كاباتشا، لاحظ اخي لاحظ ها هي الواجهة الخاصة بها، الويب الخاص بها، نعم لاحظ أخي، لاحظ هنا يا أخي إنها نفس الويب الخاص بالكريبت موني، ويب الخاص بها نفس الويب الخاص بالكريبت موني، عملة أفرضت وجودها في الأمر الواقع وها هي الآن تفرض وجودها في عالمنا الافتراضي. انصح الإخوة الاستثمار عليها، نسبتها قليلة، تواجدها على عدة منصات كبرى يا أخي. لاحظ أخي هنا يقول الموقع سوف بداية العام الجديد جانفي سوف تتواجد العملة على منصة بيتغيس وبينانسو وبولينيكس وهيت بي تي سي، المنصات العالمية الكبيرة، ونسبتها قليلة يا أخي 16 مليون ونصف منها متواجد على التعدين. أنصح بالإخوة الاستثمار وجعل دخل من هذا الموقع، سوف تجدون رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو، استغل 50 جيجا هاش التي يمنحك هذا الموقع قبل فوات الأوان، استهز الفرصة وقم بالتعدين على عملته الخاصة به قبل فوات الأوان. وما علينا، هذا هو شرحنا يا إخوتي، هذا هو موضوعنا، فإذا أعجبك الشرح ما عليك فقط اشتراكه مع أصدقائك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.